اللي هيلعب تشيلسي هيزعل جامد. تشيلسي توماس توخيل عامل فريق قوي قوي. توخيل انا بعتبره كمان مدرب تكتيكال قوي جدا، منظومه دفاعيه قويه، يعني بيتعمل عليه فرصه واحده خطر في الماتش بالعافيه لو اتعملت. فالحقيقه لا يعني توخيل، انا بالنسبه لي تشيلسي مرشح قوي لدوري ابطال تاني مره على التوالي. انا على فكره متفق مع نجيب، بس في حاجه وبيني وبينك بصراحه برضو اللي بيحصل مع تشيلسي احيانا بيخليني، وبرضو علشان انا مستبعد ان ريال مدريد يكسب البطوله، ان ريال مدريد مش جاهز يكسب البطوله، بس اللي بيحصل مع تشيلسي احيانا بحسه ظالم رياضيا شويه. يعني خلاص انت خدت عقوبات واجبرت ابراموفيتش اللي هو يبيع النادي، بس بصراحه في حاجات غريبه شويه، يعني ما يقدرش يبيع تذاكره، والفرقه ما تلاقيش فلوس انها تدفع الرواتب بتاعه اللاعبين، وطبعا في لعيبه هيخلص عقودها مش عارفه ان هي تجدد ليها، فطبعا ده تشتيت للعيبه. يعني واحد زي روديجر مثلا دلوقتي يفكر بقى هروح فين في نهايه السيزون، ولا اكمل مع تشيلسي بشكل عام ازاي، حاسس ان هم مظلومين رياضيا. فبصراحه يعني انا لو اتمنيت فريق ما بشجعوش يكسب دوري الابطال هتمنى تشيلسي، علشان انا شايف ان هم فعلا مظلومين جدا. وزي ما قال كان نجيب، هم عاملين فرقه كويسه قوي. يعني تخيل يا كريم ان هم مش عارفين يلعبوا بتيشيرت مع الوش الراعي بتاعهم علشان ما عندهمش تيشيرت. يعني هم عايزين يعملوا تيشيرت مش عليه الراعي اللي هو 3، فبيلعبوا بالتيشيرت ده لان ما عندهمش تيشيرت من غير راعي. فالوضع صعب جدا في تشيلسي. فطبعا لو توخيل قدر ان هو يحافظ على تركيز اللعيبه، لان منطقي ان اللعيبه دلوقتي بقى تبتدي تفكر وانا هعمل ايه السيزون الجاي، طب اكمل ولا ما اكملش، طب ابتدي اتكلم من دلوقتي واطلب من الوكيل بتاعي ان هو يتفاوض لي مع انديه تانية ولا لا. فلو تشيلسي قدر ان هو او توخيل قدر ان هو يتغلب على الحته دي ويحافظ على تركيز لعيبته، انا بصراحه اتمنى ان هم ياخدوا البطوله، يعني رغم ان انا ما بشجعش تشيلسي. انت لا مش مختلف. مش مختلف، انا ضد الخلط الكبير اللي حاصل ده. توخيل مدرب كبير، تشيلسي شئنا ما بينا يعني فريق كبير الحقيقه وقوي وبيقدم كوره، يعني في حاجه بتحصل في الملعب. الخلط وانك تظلم ناس ما لهاش علاقه بده، ده شأن مش مظبوط خالص. فلو هتمنى حد غير ليفربول انا مش هيبقى عندي مشكله خالص في تشيلسي، وهو بالمناسبه مؤهل لده لانه خلاص الدوري بالنسبه له انتهى، حظه سيء انه بينافس مشروعين اقوياء جدا في حجم ليفربول ومانشستر سيتي. بس هو السنه الجايه هيبقى منافس ثالث قوي على الدوري. يعني انا كل الكلام ده عاجبني جدا، حلو جدا بصراحه. بس هو ليفربول يا ريال مدريد، ما هو ده اللي انا عايزه. بس لو يعني لو الدنيا وقفت قدام ليفربول وريال مدريد تبقى تشيلسي.